خلينا نروح لنمبر 1. منتخب افريقي فوجئت بعدم تاهله للمونديال. منتخب مصر، منتخب نيجيريا، منتخب الجزائر. انا مصر طبعا متوقع مع الراجل ده ان احنا ما كناش هنوصل، انما الصدمه كانت الجزائر. الصدمه كانت الجزائر. منتخب افريقي، انت عارف ليه؟ اه، لان الجزائر كانت كسبانه 1-0 هناك. يعني انت ممكن مثلا لو ما كسبش كان في الكاميرون كنا نقول نيجيريا، بس نيجيريا تعادلت الماتش الاولاني. فالجزائر كانت كسبانه، يعني انت معاك في البنك بتاعك جون غالي جدا. واخد بالك؟ فطبعا الامور كلها كانت في صالح الجزائر، فاللي يخسر على ملعبه 2-1. طيب نروح للي بعده. منتخب افريقي تتوقع ظهوره بشكل مميز في كاس العالم. مين؟ غانا، السنغال، المغرب. ولا منتخب، ولا واحد. لازم تختار واحد. يعني ممكن يكون المغرب شويه، بس انا شايف انه المغرب المستويات ضعيفه. الافضل للمنتخب في المرحله المقبله مدرب اجنبي ولا حسن شحاته ولا حسام حسن؟ لو مدرب مصري طبعا الكابتن حسن شحاته. ده ولا اجنبي ولا. سبب عدم تأهل المنتخب لكأس العالم قوة المنتخب السنغالي كارلوس كيروش الشغب الجماهيري. كارلوس كولور كيروش. الأفضل للمنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة ربيع ياسين، ميدو، مدرب أجنبي. هو أحمد سامي يا جماعة؟ في ماشي مدرب أجنبي. أنت ما أنا ما أعرفش. في ربيع ياسين، ميدو، مدرب أجنبي. ده الاختيار. ميدو. لاعب تأثر المنتخب بغيابه في مباراتي السنغال. أفشة، محمد شريف، أكرم توفيق. أنا من وجهة نظري أفشة. أسهل إنجاز فرط فيه لاعبو المنتخب أو لاعبي المنتخب. الفوز بكأس العرب، أمم أفريقيا، التأهل لكأس العالم. أفريقيا. أفضل مدرب للمنتخب في الفترة الأخيرة. كوبر، برادلي، حسام البدري. ولا واحد، بس أنا هميل للكابتن حسام البدري لأن اتظلم. كابتن رضا أنا بشكرك. لا، قبل ما تشكرني بس أنا بقول إن أنا مش هشجع مصر لسبب، لأن الراجل ده واخد بالك لو موجود. لا طبعا، أنت عارف إن إحنا كمصريين غصب عننا، وساعة الماتش هتليك قبلها بساعة وبساعتين، بس أنت عارف إن الحرقة بس. لا، أنت نرفزتك والضغط بتاع المشكلة فيا أنا، ما كل مصيبة. ما أنت وأنت وأنا وحش وأنا مولع، أنت تقوم جاي حاطط حاجة تخليني أولع أكتر. فلما تسألني سؤال هتبص تلاقي رد فعلي كده. إنما طبعا انا مصري ابن مصري ابن مصري، واخد بالك؟ وابويا مصر. ما مصري ابن مصري ابن مصري، واخد بالك؟ فان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره اللي جايه، انا بقول لاتحاد الكره رساله، يا استاذ جمال علام، يا اعضاء، يا محترمين، الراجل ده مش هو صاحب المرحله اللي جايه. كابتن رضا عبد العال، انا بشكرك.